بأداء متفاوت. كان رأي الحكام واضح وصريح، والنقد البناء موجود. بالأخير كل هذا يصب في مصلحة إعداد شيف عراقي الهوية، ولكن عالم التوجه والتنوع والإمكانيات. هدف واضح وسامي لرفع اسم البلد بشيف جديد يتم إعداده بعناية فائقة في مصنع الطهاة مشروع شيف. بين الإعجاب وعدم الرضا، الكل تعلم من درسه، والاستيكات كانت بإمكانيات متفاوتة، خلت كل من نور ومريم في قمة التقييم للحلقة السابقة. وهالحلقة التحدي صار مختلف، بس ما رحنا بعيد. اليوم راح نشوف إبداعات المتسابقين في إعداد أفضل برجر، والمميز اليوم ببالغ الحزن راح نضطر أن نودع أول متسابق. برأيكم راح يستمر تألق نور ومريم؟ لو راح تخونهم ثقتهم في إعداد أفضل برجر بالحلقة.